لا تقارن حياتك بغيرك، لا تقارن حياتك بغيرك. يا أخي عيش حياتك. هذه المقولة على قصرها تراها سبب فساد وضياع وهدم الكثير من البيوت. شفتوا هذا، هذولك سووا كذا وعندهم كذا وراحوا تمشوا في المكان الفلاني واشتروا كذا طيب لهم حياة ولهم نمط، ترى في المقابل عندنا شغلات ما عندهم. لا نقعد نقارن، لا ولد الفلاينة سوى وبنتهم وفي الزواج حقهم، يا الله هذا معليش آسف على هالكلمة مسكين يعيش حياة مأساوية وناقص وفاقد الثقة في ذاته، فيحاول يكملها ببعض المكملات التي يفعلها الآخرين ويتوقع أنهم مثل العليا بالنسبة له. لا تقارن حياتك بغيرك، خطط لحياتك، ترى حياتك قصيرة، انبسط واستانس وأنجز ما تريد أنت لا ما يريد الآخرون. كثيرين يصور بعض الشغلات في السناب ولا في انستغرام ولا في أي شيء في عالم منصات التواصل الاجتماعي وينزلها بس عشان آخر يقول لهم ترى شوفوني أنا مبسوط، وحتى لو مو مبسوط يضطر. بالمناسبة في بعض الدراسات بعض الشغلات حلوة على عالم السناب، يقولون السناب ترى الإنسان يتصنع فيه ويظهر أحسن ما مر عليه طوال اليوم. يعني لا صور لك وهو قاعد يتقهوى، ترى هذه أحسن لحظة مرت عليه في اليوم كلها، لو لقى أحسن منها كان صورها، بس هذه هي. يعني ترى هو قاعد يطلع زي ما عنده، فإذا شفت حاجة واحد مسكين ما أقصى حاجة أنه صور لك كيكة خلاص، هذه أجمل لحظة مرت عليه طول اليوم. طيب بقيت اليوم والله مسكين ما عنده شيء. فهذه إشكالية. طبعا هذه الدراسة كان لها تفصيل عن تحليل المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، أنا مهتم في المحتوى وكل شيء عشان كذا كتابي صناعة المحتوى الإعلامي. فيا سادة يا كرام، إذا جيتوا تعرضون للناس وتقدمون لهم حاجة اعرف أنه ترى أيضا هذه تقاس، الناس يقيسون يعني ما لديك من خلال ما تصور وتعرض الآخرين. وعلى قولهم ما صار للبيوت أسرار، زمان البيوت لأسرار، الآن ما صار في بيوتهم أسرار. كاركتير قاعد أشوفه واحد وقف عند الإشارة شاف اهلا ولد العم كيف الحال مبروك كنب الصاله الجديد، ليش شافوا السناب فلان ولا فلان انه جبنا كنب جديد ولا شيء من هذا القبيل، فاصبح خلاص كل شيء واضح مكشوف. متحمس الرجال لتعليق من اليوم رفع يده وزعل وسوى كذا، يا اخي تفضل خلينا نسمع التعليق. طيب يعني اليوم حلو بالله قاعد تكلمني كذا مسوي متحمس جدا، لاني زعلت بعدين رجعت. خليك اجل عيش حياتك تفضل. دكتور ماجد تقول لي انه هو يصور افضل ما عنده، هل هذا انتقاد او شيء محبب او هذا ايجابي المفروض انه يسويه؟ هذا الشق الاول. الشق الثاني، لا خلينا تاخذنا في شق اول وثاني وعاشر. طيب اذا صور، انا قاعد اقول ترى هذه كلها انه اذا قارنت حياتك بالاخرين، لاحظ ايش مكتوب على الشريحه، لا تقارن حياتك بالآخرين. إذا قارنتهم ترى هو هذا أزين شيء في حياته، تقول هو هذه شغلة بسيطة ما تدرون كمان إيش عنده أكثر، ترى لا هذا أحسن شيء. وإذا ما صور شيء ذاك اليوم بالذات، أنا اليوم ما أدري إيش فيني طبع على السيدات والأخوات مرة. بالذات في عالم النساء، بينما الرجال لا تلقاه متنوعين في أمورهم واهتماماتهم مختلفة شوي. إذا قال سالفة في السناب اعرف أنها من أجمل السواليف هو اللي يشوفها. إذا قال وتقول أنت يا أخي في سالفة بايخ، طيب خلاص هذا هو في الأخير يعني هذا أقصى ما لديه، فتقبل الآخرين كما هم، ليست سلبية بقدر أن الواحد يبحث عن الأفضل يوري الآخرين.